السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى بتلميذ المشترك العلمي في الجزء 10 من السلسلة التهيئية لهذه السنة. إذا السؤال 10، حل المتراجعات التالية. إذا المتراجعات اللي قرأتها على الميداز هما مدرجات فقط من الدرجة الأولى. وكيفاش كتحلو مدرجة من الدرجة الأولى؟ كدير المشاهد بجي والإعداد بجي. إذا نبداو بالمدرجة الأولى، 3 إكس ناقص 1 أصغر أو يساوي 2 إكس ناقص 7. يعني إذن أولا غادي نشر عندي المجال بجي والعدد بجي، دونك غادي تولي 3 إكس، 3 في ناقص 1 هي ناقص 3، 2 إكس ناقص 7. يعني إذن 3 إكس غادي نجيب 2 إكس من هنا، تولي 3 إكس ناقص 2 إكس صار يساوي هنا ناقص 7 وهنا ناقص 3 تولي زائد 3. يعني 3 إكس ناقص 2 إكس هي إكس صار يساوي ناقص 7 زائد 3 هي ناقص 4. والحل كيما كنقول اذا حلول المتراجعه هي الاعداد الاصغر او يساوي ناقص 4، ولا كندير اس يساوي، شوف كيفاش كندير. دابا الاعداد كاين من ناقص ما لا يحتل زائد ما لا يحتل، كاين الصفر في الوسط ناقص ما لا يزيد. الا جيت نمثل هذا الاعداد، هذا اكس كيحققوا هذا الشرط، ناقص 4 مثلا غادي تجي هنا مثلا ناقص 4، اكس اصغر او يساوي ناقص 4 يعني ما تجي صغير على ناقص 4، يعني ما جا هو من ناقص ما لا نهايه حتى ناقص 4. دائما في ما لا نهايه هذا الرمز كيشوفك، يعني مفتوح، كنقول مفتوح ما يشوفش في ناقص ما لا يشوف اعتراض الضرب. وفي ناقص 4 الى عندي او يساوي كيكون داخل، لو كان عندي قطعة غادي يكون خارج. اذا هذا هو طريقه كتابه الحل. اذا نمشيو على الحاله الثانيه، ولا إذا ما فهمتش كتب لك. إذا حول المدرجة أي الأعداد الأصغر أو يساوي ناقص 4 وصفر، شنو عندنا هنا؟ 3 إكس زائد 1 على 2، 5 إكس ناقص 3. إذا أول حاجة باش نتهنى يعني هذا المقام، نوحد المقام ولا ندير نضرب على 2 ولا 2، الكل نضربو 2 غنمشي على 2، يبقى لي 3 إكس زائد 1. إذا هاد الطرف ضربتو 2 حتى هاد الطرف نضربو 2، و2 على الموجب ترتيب لا يتغير، إذا جوج في ناقص 3، يعني تبقى لنا 3 إكس زائد 1 صار يساوي 2 5 إكس هي 10 إكس، 2 ناقص 3 هي ناقص 6. ما جا هذا الجواب هذا في جي 3 إكس أصغر، عفوا ناقص 10 إكس أصغر يساوي ناقص 6، هذه واحدة من هنا ناقص 1، يعني 3 إكس ناقص 10 إكس هي ناقص 7 إكس صار يساوي ناقص 6 ناقص 1 هي ناقص 7. هنا حدو راسو معامل إكس سالب، معامل إكس سالب. إذا هنا إذا بغيت نحذف المعامل ديال إكس خصنا نضرب في المقلوب ديالو، يعني في واحد على ناقص 7، وواحد على ناقص 7 سالب، إذا الترتيب غيتغير، غيتبقى على إكس أكبر أو يساوي ناقص 7 على ناقص 7. الترتيب ملي كنحيد المعامل ديال إكس يكون سالب، الترتيب كيتغير، إذا كان أصغر أو أكبر. يعني إكس أكبر أو يساوي هذا ناقص 7 ناقص 7 على 7 هي 1، وكندير إذن حل المتراجع هي العدد أكبر أو يساوي 1، ولا كندير أس أكبر أو يساوي 1، إذا درنا 1 هنا أكبر فوقه، يعني من 1 بلس أفي، يعني نديرو من 1، 1 داخل تبلس أفي، أفي إذن نخرج، 1 داخل أو شيء داخل، صحيح؟ إذن نشوف الحالة الثالثة. وقف الفيديو وخلي بالله تعليق على جوج تسعة، ماشي قايد نقول تسعة زائد جوج جوج خمسة. إذن هذه بسيطة، المشاهد جي والعدد جي، دونك تبقى لنا جوج إكس، هذه جدا خمسة إكس اللي ناقص جدا خمسة إكس أصغر قطعا من، دابا هنا قطعا ماشي أو يساوي، ألوغ هنا تبقى أربعة، هاد جوج جدا خمسة ضرب من هنا تولي ناقص جوج جدا خمسة، يعني إذا أنا نعمل إكس شنو تبقى؟ جوج ناقص جدا خمسة أصغر من أربعة ناقص جوج جدا خمسة. إذا أنا بالنسبة ليا غادي ندير إكس وأنا غادي ندير أربعة ناقص جوج جدا خمسة على جوج ناقص جدا خمسة، ولكن هذا الرمز واش يبقى ولا تقل؟ غادي نشوف هذا المعامل ديال إكس واش موجود ولا سالب. ألوغ جدا خمسة وسيدنا هو خمسة، جدا جوج وسيدنا، عفوا جوج وسيدنا هو أربعة، خمسة كبيرة على أربعة، على هذا كبيرة على هذا، ومادام هذا كبير على هذا، إذا غادي تكون
جوج ناقص جوج خمسة ثانيا إذا ما درتها لي بربع سنة صغار غيقول لي أكبر صحيح؟ وإذا بغيت نعيد جدا المقام عيد أنا غنخليها كنخليها كندير إذا أس حلول المترجعية الأعداد أكبر قطعا من هذا إما نكتب أكبر قطعا من هذا الأس أكبر قطعا يعني فوق يعني بلوس سبعين منو بلوس سبعين إن إكس أكبر شي فيها كبيرة يعني عندي هذا العدد أربعة ناقص جوج جدا خمسة على جوج ناقص جدا خمسة حتى بلوس لافينا أكبر هنا دائما خارج انا هيك كنشوف قطعا اذا خارج تاو لو كان كان اوزرو غادي يكون داخل اذا سالينا جزء 10 تلقى جزء 11 ان شاء الله. لا تبخل علينا بالضغط على زر الاعجاب ثم تسجيل في القناه لتتوصل بالجديد من هنا ثم ارسال الفيديو الى اصدقائك عن طريق ازرار الموقع الاجتماعي الموجوده هنا. الى اللقاء.